مشاهدين الأعزاء، زي ما أنتم شايفين جيناكم بحلويات الفقاس. هذا الحلويات احنا بنعملها في كل بيت مغربي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسوا حبايبي ديروا لايك واشتراك يوصلكم كل جديد. عندي هنا مكونات، نخلطها كويس. اللي عايزة تعمل فموني نيكس الحاجات وش الفقاس. هو ده، شوف عملت له ايه، ضربته بالشوكة، عملت له زي الزواء كده، خرطته بالشوكة على وشه. ان شاء الله هدخله على الفرن، هتشوفوا شكله باذن وحيد الاحد. زي ما انتم شايفين مشاهدين، هو ده شكله بعد ما زبطته البارح وخليته استوى في الفرن، مستويش قوي. وبعدين بإذن الله النهاردة هقطعه كده، قطعه كده بطريقة زي شابورة وحمره تاني. خليكم معانا مشاهدين. بعد ما قسمناه كده رفيع زي شابورة، يدخل الفرن يتحمر. بسم الله ما شاء الله كويس وما داق غير. هتشوفوا شكله هو محمر. هنا حطيته في الصحن عشان يدخل الفرن. بنحمر قطعة بقطعة طبعا، ما شاء الله تبارك الله. وهنا انا حمرته حبيبي الطيبين، مذاقه جميل جدا طبعا، هو احسن من شبورة بكتير. هذا الفقاس المغربي
ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك، يوصلكم كل جديد حبيبي الطيبين. بنجيبوا لكم حاجات جميله وصحيه، وما فيش احسن من حاجات البيت، يعني مهما الانسان بيشتري من برا ما فيش من احسن ست البيت تعمل حاجات في بيتها. اللهم صل على سيدنا محمد، وان شاء الله تجربوه وتشوفوه جميل جدا، وتكتبوا له في الكومنتر وتقولوا لي كيف جاكم، مذاقه غير. اللهم بارك وشجعوني حبايبي الطيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.